السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على أجمل خلق الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لما ابن الصغير بيعيط أول كلمة أقولها له في وسط الناس: عيب يا ولد ما تعيطش، ما فيش راجل بيعيط. هو ده المفهوم اللي احنا تربينا عليه وللأسف بنربي ولادنا عليه، مع انه مفهوم خاطئ، مفهوم لا يمت للرجولة بصلة، مفهوم إن صح أن نضع له تكييفا فيجب أن نعلم أولادنا بأن دموع العين هي أغلى شيء عند رب الأرض والسماوات، بأن دموع العين تعني رقة القلب، وإن اللي انت بتقوله له ما تعيطش فإذا جمدت العيون فاعلم أن جمود العين من قسوة القلب، وأن العين حينما تسيل دوما بالدموع من آية أو من حديث أو من موقف تراه في الشارع يرق قلبك له، فاعلم أنك صاحب قلب ما زالت فيه الحياة وما زال ينبض بالإيمان. وعلشان كده باختصار، لما حبيت أقف قدام سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وجمع هو كم مرة بكى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألتش نفسك قبل ما تقول لابنك عيب الراجل ما يعيطش كم مرة بكى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وخد بالك، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة ولين وشفقة، ولما لا؟ والقرآن الكريم قد نعته ووصفه كما جاء في خواتيم سورة التوبة في قول ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، ما أجمل وما أرق ذلك الوصف. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهد عمه حمزة رضوان الله عليه وأرضاه، ووقف على عمه وعلى جثمان عمه حينما بقروا بطنه، وحينما أكلت هند بعض من كبده، وقال: والله لئن مكنني الله منهم لأمثلن بسبعين. فنزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم عند استشهاد جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه وأرضاه في غزوة مؤتة ابن عمه صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضار سيدتنا أمامة بنت أبي العاص وهي حفيدته صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى قبر أمه وأبكى من حوله. تخيل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رأى قبر أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها وأرضاها، بكى بكاء مريرا لدرجة أن كل الصحابة اللي حوالين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، علشان يوريك مكانة الأم في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما كانت درجتك العلمية أو درجتك الوظيفية أو درجتك المالية أو حتى سنك، مفيش حاجة تعوضك عن أمك أبدا. وأعود بك إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد بكى حينما وقف على شفير قبر أحد صحابته في جنازته، فبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي إذا صلى، حتى يسمع من صدره صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل،
عارف يعني ايه ازيز كازيز المرجل؟ صوت الرعد، او صوت اعزكم الله حله او قدر تحطه على النار وتحط عليه ميه تغلي، فتبدا حضرتك تسمع صوت غليان الميه. شفت الصوت ده؟ اسمه ازيز او صوت الرعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي من شده الخشوع ومن شده الهيبه، لأنه يستشعر صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله على الإطلاق أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالصحابة من خلفه يسمعون من صدره هذا الصوت من شدة بكاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إزاي الحال النهاردة في صلاتنا؟ يا ترى بندمع حتى والإمام بيقرأ؟ يا ترى بنخشع حتى والإمام بيقرأ الآية؟ وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ عليه سورة النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره وقد أنزل عليه. فوصل سيدنا عبد الله بن مسعود إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حينها بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، لأنه يستشعر تلك الأمانة وتلك المسؤولية وذلك التكليف الشديد من رب الأرض والسماء. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي شفقة على أصحابه حينما يرى ما يصيبهم من المرض، وما يصيبهم من البلاء، وما يصيبهم من الابتلاء. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته وخوفا عليها من العذاب، حتى نال الوعد من رب الأرض والسماء بأنه سيرضى في أمته ولن يساء في أمته. ونزل قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فسيدنا الحبيب بكى في مواقف عديدة، لكن مش عايز أطول عليك. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ في إحدى الجنازات رأني أحد الناس أبكي لفراق ذلك الحبيب رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فأراد أن يعظني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. فقلت: يا سيد الكريم، أما البكاء فإنه رحمة، وأما هذا الكلام فإنه انتشر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه. فلما بلغ ذلك سيدتنا وأمنا عائشة نفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فالبكاء رحمة، والبكاء شفقة، والبكاء تفريج لما في الصدر من شدة وألم، والعين حين تدمع يعني هذا أن القلب ما زال ينبض وأن النفس ما زالت تخشع، لا سيما في مواطن الرحمة وعند سماع القرآن وعند سماع قول النبي العدنان. وصحابة النبي العدنان وتابعيهم كان من أجل أوصافهم أن يوصف أحدهم بأنه الرجل البكاء. أسأل الله العلي القدير أن يجعل جوارحنا دائما تخشع وأعيننا تفيض بالدمع من خشيته ومن الخوف منه ومن الطمع في رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.